خير. أخبار تتنى فترات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وصباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الفل عليك يا منى، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. كل سنة وانت طيبة الأول. كل سنة وانت أطيب وبصحة وبخير. ربنا يخليك، وكل سنة وحضراتكم كلكم طيبين. يعني ساعات قليلة بتفصلنا عن عيد الفطر المبارك. أيام أيوة بقى. أيام أيوة جميلة بقى. أيام جميلة، أيام العشر الأواخر، أيام جميلة، وصباح دايما بيبقى مشرق. وانت جاي كده الشغل بيبقى مشع طاقة إيجابية ومشع حماس. أنا بشوف بحس الطريق يعني زي ما بيقولوا يعني. فكل سنة وانتم طيبين. يمكن 48 ساعة وتبقى الوقفة، لسه برضو ما استطلعناش يعني الهلال. ونتمنى أن رمضان الجاي يعني يجي علينا كلنا وإحنا حققنا كل أحلامنا وكل الحاجات اللي عرفنا ندعيها خلال ليالي القدر المختلفة. على أي حال، كل واحد فينا ربما يبقى عنده لازمة. يعني إيه لازمة؟ يعني حاجة بيحاول يعملها كتير، أو بيعملها كتير، أو بيحبها كتير. حاجة بسيطة، ممكن تبقى كوباية قهوة، ممكن تبقى قاعدة مع الصحاب، ممكن تبقى صينية فول وبتنجان وبطاطس من عند عربية فول، أي حاجة بسيطة. بس حاجة دي بتفرق معاك في حياتك جدا. إيه هي الحاجة البسيطة اللي بتعتقد إن هي ممكن تفرق معاك في حياتك؟ هل هي زي ما قلت كده صوت فيروز الصبح؟ هل هي فنجان قهوة؟ هل هي قعدة صحاب؟ هل هي مكان بتحن ليه نوستالجيا؟ يعني بيبقى فيه ذكريات الطفولة بتروحه، مكان جدك، مكان جدتك، مكان كنت بتلعب فيه زمان. أكيد في حاجة بسيطة بتفرق معاك في حياتك وبتحاول دايما تعملها عشان تسعد نفسك. ايه يا مثلا يا منى بالنسبه لك؟ بص، ما عنديش حاجه واحده بسيطه بتفرق معايا في حياتي، لكن انا بقدر الحاجات الصغيره. يعني لما بصحى الصبح من غير ما ابقى مصدعه انا كده مبسوطه، لما بنزل الشغل من غير ما ابقى متاخره وعماله اجري والف حوالين نفسي اليوم يبقى ماشي بمنتهى الهدوء وما بيبقاش عندي فيه قلق. بس لا، في حاجه برضو ممكن تفرق معاكي في حياتك، يعني بتبقى بسيطه بس تاتش صغير كده بس يسعدك جدا. ما انا بقول لك التفاصيل الصغيره، ان انا مثلا مش نازله متكركبه، ان انا مش ناسيه حاجه وطلعت ونزلت وطلعت ونزلت 100 مره، ده تلاقي اليوم بقى شكله لطيف. انا هقول لك على موقف حصل معايا في اول رمضان او في نص رمضان، مش قادره احكي لك ازاي لمسني لغايه دلوقتي وازاي يعني معلم معايا. احنا كان في بدايه رمضان عم سعد صديقنا في الاستوديو هنا كان عامل فانوس، فبيقول لي خدي بالك من الفانوس، فانا متخيله ان الفانوس من الديكور. ديكور ايوه. فقمت حاطاه كده في جنبه موسعاه له واخده بالي ان انا ما خبطتوش. كنت معاك انا اليوم ده على الهواء. ايوه. واكتشف ان عم سعد عامل لي فانوس من الكان بتاعه المشروب اللي احنا كنا قبلها. هو راجل جميل. ده بركه فانوس جميل جمال. وحركه جميله جمال. حركة بسيطة فرقت معايا 30 يوم في رمضان، احنا لسه وصلناش اليوم ال 30، يعني يمكن نبقى بس فعلا هي دي الحركة البسيطة اللي فرقت معاكي في حياتك. عارف انت لما بنقول كده يعني هي ميد ماي داي، هو عملها للشهر كله مش لليوم بس. ايوه. فدي واحدة من الحركات البسيطة جدا اللي طلعت من قلب عم سعد وصلت لقلبي على طول. ممكن كلمة حلوة تفرق. ممكن حدش يكلمني اصلا الصبح يفرق اكتر بكتير. لا والله بتكلم بجد، يعني حاجه بسيطه بتفرق معاكي في حياتك، بس تكون حاجه يعني بسيطه خالص بتعتادي عليها. لو بدا بيها يومك بتبقى يعني ايه هي يعني انت حكيتي لي على موقف عم سعد، لو ده اتكرر دايما بتبقى هي دي الحاجه اللي فعلا تفرق معاكي، ان حد يديكي تاتش انساني كده. الانسانيات بتفرق معايا قوي وبتفرحني وبتحسسني بالامان.
يعني بحس كده بالراحة وبحس إنه تمام. والله ما تخافي ربنا هيسترها دايما. صح. الإنسانيات دي بتحسسني بكده. ما تقلقيش ما تقلقيش. صح. ولا تخافي ولا تحزني كده. بحس إن بيها بطفطبة كده. طبعا طبعا أنا معاكي جدا. أنت؟ أنا والله حاجات كتير يمكن كل اللي قلتهم في الانترو يعني زي ما قلتلك كده. فنجان قهوة دي حاجة بسيطة ممكن تفرق معايا في حياتي. بيبقى الصبح صوت فيروز سواء فيروز لبنان أو فيروز بنتي. ربنا يبارك. حاجات كتير يعني مثلا أنا عشت طفولتي في مصر الجديدة. لو رحت الكربة بس وتمشيت ده بالنسبة لي حاجة يعني قمة السعادة. ما تتخيليش دي ممكن تبقى عاملة ازاي. إن أنا بس مجرد أمشي في الشوارع بالعربية أو ماشي طبعا بتبقى أسعد لو أنت ماشي على رجلك. طبعا طبعا. لأن المكان فيه ذكريات طفولتك كلها. حاجات كده الحاجة البسيطة اللي ممكن تفرق معايا في حياتي. قاعدة مع أصحاب بتوع زمان بستريح معاهم في مساحة أمان زي ما قلتي. قاعدة عند واحد عنده عربية. الصحاب دي كمان بالذات صحاب المدرسة وصحاب الجامعة طبعا بالذات أنت بتبقى حاسس إنه إحنا قاعدين مش عايزين حاجة من حد مش عايزين حاجة من بعض مش أي مصلحة نوع من أنواع المعنى وده اللي بيخلي القعدة حلوة خالص. فبتتكلم بمنتهى السلاسة تحقيق. وبتستقبل الكلام كمان بمنتهى السلاسة تحقيق. كل الكلام اللي بيتقالك ملوش معنيين أو أنت مش محتاج تفكر فيه مرتين ده حقيقي كده. فدي برضو بتفرق قوي يعني حاجات بسيطة كتير ممكن تبقى يعني بالنسبة لأي حد تعدي كده لكن هي ممكن تفرق جدا 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 معايا في يومي أو في حياتي. إيه هي الحاجة البسيطة اللي بتفرق معاك في حياتك؟ كلمنا منشن أصحابك لو هم يعني ضمن هذا السؤال أو ضمن هذه الإجابة. دردش معانا يعني محتاجين نسمع تفاصيل من حضراتكم على ذكرياتكم وعلى الحاجة اللي ممكن تفرق معاكم في حياتنا. ده السؤال اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك منتظرين إجابات حضراتكم اللي هنستعرضها خلال حلقة النهاردة. صبح عليكم مرة تانية. صباح الخير عليكم جميعا وصباح الخير يا مصر. بنصبح لحضراتكم من جديد. قبل ما نبتدي حلقتنا لازم نروح نصبح على هالة الحملاوي ونروح نتعرف منها على أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات وكمان نعرف إجابتها على سؤال النهاردة. يا هالة صباح الخير والورد والفل. صباح الفل يا هالة. صباح الخير يا منى. صباح الخير يا مصطفى. صباح الفل. إيه بقى الحاجة البسيطة اللي بتفرق معاك في حياتك؟ أنا بحب المفاجآت. الحاجات الان اكسبكتد بس مهما كانت صغيره. أيوة. يعني وانا بنزل الهدوم الصيفي بنزل الاقي فلوس في جيب البنطلون. الله عليك. يا للسعاده. بتطلع 10 جنيه فرحانه قوي. أيوة. مكالمه غير متوقعه من حد بحبه او زياره طبعا. صح. ابقى بسمع الراديو الاقي اغنيه جت فجاه في الراديو ليها ذكرى حلوه معايا. ففكره الحاجه الان اكسبكتد مهما كانت صغيره بتبقى بالنسبه لي لطيفه قوي. صحيح. الجو هيفضل حر كده بقى وهنخش الجو فيه تقلبات. هنخش العيد كده ولا هنعمل تقلبات ايه؟ تقلبات صيف على شتاء على ربيع على مطر على كل حاجه. ده عندنا كل حاجه كوكتيل. صحيح. هنتعرف مع بعض بالتفصيل. يلا بينا دلوقتي. تعالوا الاول نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدأ جولتنا من القاهرة وكوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية بسيطة للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد. كثافات أخرى في الاتجاه العكسي. نفس الأمر للي متجه من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر. كمان بتظهر بعض الكثافات المتحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولاً إلى الدائري. أما نفق الأزهر فبيشهد بعض التباطؤ البسيط في حركة المرور القادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس. كمان بتظهر بعض الكثافات المتحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولاً لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولاً لحد شارع أحمد سعيد. نستكمل بقى جولتنا المرورية دلوقتي في شوارع الجيزة. في بعض الكثافات على طريق المحور القادم من ميدان لبنان. أما المتجه لكوبري أكتوبر في كثافات مرورية نتيجة التحويلة من محور 26 يوليو إلى المهندس شريف إسماعيل ثم العودة مرة أخرى إلى المحور. لو رحنا المحور صفت فبيشهد كثافة مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة. شارع الهرم بدأت تظهر فيه بعض الكثافات المرورية نتيجة التحويلات. كمان ناخد بالنا من غلق الطريق الدائري القادم من أكتوبر. لازم الاتجاه من نفق حازم حسن إلى محور 26 يوليو أو محور رود الفرج كبديل للطريق.
أما القادم من طريق الواحات يفضل أنه ياخد الطريق السياحي الجديد. بتظهر بعض الكثافات المرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل وحتى شارع التحرير. كمان ظهرت بعض الكثافات على كوبري الجامعة، وفي كمان كثافات بسيطة على كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين بسبب أعمال التوسعة. في شوارع مدينة الإسماعيلية هنلاقي فيه سيولة كبيرة خاصة على الطريق الدائري حول مدينة الإسماعيلية وطريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم. في كمان سيولة مرورية هناك ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة الطريق. أما المتجه إلى بورسعيد ففي سيولة مرورية في الطريق اللي هو طريق الإسماعيلية بورسعيد. ومن منطقة القناة هنروح بقى لجنوب الصعيد، هنكمل مع محافظة سوهاج أو هنبدأ مع محافظة سوهاج اللي هنبدأ فيها من محطة قطر سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. نمشي كمان هنشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية، في سيولة مرورية هناك وفي بعض الكثافات المرورية على نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة فيه أيضا كثافات نسبية، وفي كثافات نسبية على طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في بعض الكثافات المرورية البسيطة اللي بتزيد طبعا مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، والنهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات اللي تهم حضراتكم، لكن خلونا في البداية نبدأ بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح. كان أبرزها حضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحتفال مصر بليلة القدر. سيادة الرئيس كرم عدد كبير من حفظة القرآن الكريم من داخل مصر ومن خارجها، ومنحهم شهادات التقدير ومنحهم أيضا الجوائز المالية. أكيد امبارح كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أجرى اجتماع تابع فيه جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكمان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس المحافظين ووجه بتفعيل غرف الطوارئ والأزمات خلال أجازة عيد الفطر المبارك. خلينا نتابع أكتر في التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال مصر بليلة القدر، وكرم سيادته عدد من حفظة القرآن الكريم من مصر والخارج ومنحهم شهادات التقدير والجوائز المالية. وخلال الاحتفالية قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن طريق العمل الدؤوب والكفاح المتواصل والصبر الواثق والإيمان المطمئن هو السبيل الحتمي لمن ابتغى السداد والنجاح، وهو الطريق الذي نهتدي به ونمضي عليه بثقة في الله عز وجل وفي قدرات شعبنا العظيم وإمكانياته، وفي إيمان هذا الشعب بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله وأنه لا جزاء للإحسان سوى الإحسان. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وده في إطار الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة عدد من الملفات والقضايا، وأكد مدبولي أهمية الاستعداد التام لاستقبال فترة عيد الفطر المبارك من خلال تفعيل غرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات، بالإضافة لتكثيف جهود توفير مختلف أنواع السلع في الأسواق. امبارح اجتمع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع جميع مدير الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاستعراض خطط تأمين المواطنين خلال فترة العيد على كافة المستويات والأصعدة وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومواصلة تكثيف الجهود لمواجهة أي مظاهر للخروج على القانون بما يرسخ معطيات الأمن ودعائم الاستقرار ويؤكد الوجه الحضاري للبلاد. وفي جولة المحافظات معنا مجموعة من الأحداث والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، ومنها بدء التشغيل التجريبي لكباري السيل أمام الحركة المرورية في أسوان وتنظيم المعرض الثاني لدعم المشروعات الصغيرة في الإسكندرية. امبارح أيضا في أخبار المحافظات تم الانتهاء من رصف وتخطيط مدخل مدينة كفر الزيات في محافظة الغربية، وتم افتتاح مركز خدمة عملاء شركة المياه بتكلفة بلغت 3 مليون جنيه في محافظة قنا، وأخبار تانية كتير من محافظات تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير القادم.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من أسوان اللي تم فيها بدء التشغيل التجريبي لكباري السيل والمضيق أمام الحركة المرورية بعد انتهاء الشركة المنفذة من تنفيذها وفقاً لقياسات الجودة العالمية. في الإسكندرية نفذ حي تاني المنتزه المعرض التاني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتزامن مع استقبال عيد الفطر المبارك، وتضمن منتجات أغذية مصنعة بالمنزل بالإضافة لمنتجات الملابس الجاهزة والتجميل. في الغربية انتهت المحافظة من رصف وتخطيط مدخل ومدينة كفر الزيات وشارع الزربيني، واللي بيعتبر أحد أهم الشوارع الرئيسية المهمة اللي بتربط المدينة بالطريق الزراعي طنطا الإسكندرية. في الدقهلية نظمت مديرية الصحة قافلة طبية علاجية في قرية كفر يوسف مركز شربين، واللي بتبعد عن مستشفى شربين 16 كيلو، وتم توقيع الكشف على 1141 مريض وتوفير العلاج بالمجان. في كفر الشيخ تم تنفيذ أعمال 54 مدرسة ما بين الصيانة الشاملة والإنشاء الجديد بنسبة 100% ومراجعة موقف الفرش والتجهيزات وتوصيل المرافق والعدادات. في قنا تم افتتاح مركز خدمة العملاء الرئيسي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لاستقبال شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم، وبلغت تكلفة إنشاء المركز 3 مليون جنيه، وبيستهدف تقديم كل الخدمات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي من دفع فواتير العملاء وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع. في الوادي الجديد وجهت المحافظة بدراسة دمج النباشين ضمن منظومة النظافة من خلال متعاهد المنظومة وقيام الوحدة المحلية بتوزيع صناديق قمامة بين العمارات السكنية. مرة تانية بنرجع لسؤال حلقتنا، ايه هي الحاجة البسيطة اللي ممكن تعملها وتفرق معاك جدا في حياتك؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك. إجابات حضراتكم جميلة ومشرقة ومبهجة زيكم كده، ربما كلها كلام عن جبر الخواطر وعن الابتسامة وعن الحاجات الإنسانية الجميلة اللي احنا فعلا مفتقدين نتكلم عنها في إعلامنا، مفتقدين ان احنا نتعامل معاه وتبقى جزء من دستور حياتنا. أكيد. خلينا نبتدي بأول إجابة معانا. مروة إمام بتقول: كل ما تعاملت مع كل شيء ببساطة كل ما الحياة فرقت معاك كتير. عباس أحمد يقول: جبر الخواطر والمعاملة الحسنة. محمد رحمي طنطاوي بيقول: الابتسامة المشرقة على الصبح بتفرق معايا طبعا. يحيى أبو العيلة: بصبح عليكم من اسكندرية وأهلها، الحاجة البسيطة اللي بتفرق معايا أني أصحى بدري وأتابع البرنامج الحلو ده، يا سلام عليك. وافتكرت أغنية يا حلو صبح يا حلو طل وصباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا استاذ يحيى، احلى صباح واحلى حاجه تفرق معانا. محمد عبد العال خليفه بيقول: صباح الخير على اجمل برنامج ومذيعينكم، سامعكم طيبين وبخير وصحه، الكلمه الحلوه وفنجان القهوه والابتسامه وكوبايه الشاي. يا سلام على فنجان القهوه ده. هم بص يعني يا ايه يا سلام، الكلمه والله الحلوه والابتسامه وكل الحاجات اللطيفه دي، بس فنجان القهوه الواحد دلوقتي يقول اللي مفتقده طبعا. عبير سالم الغريب وهي توب فان على صفحتنا بتقول: حسن معاملة الإخوات مع بعض، لأن إحنا بقينا في زمن الأخ بيحقد على أخوه. ده حقيقي جدا. أنا بعتقد أن أكبر ورث ممكن يورثه الأب والأم هو حب الإخوات لبعض. ممكن يبقى عندهم ورث كبير، عندهم علم كبير، متعلمين في أحلى حتة، لكن ما بيحبوش بعض. الورث الحقيقي أن هم يكونوا بيحبوا بعض وسند لبعض. أكيد. حمادة الحلو بيقول: أهم شيء جبر خواطر الناس، الكلمة الحلوة مشفى وطلاوة وحلاوة الدنيا، إنها لازم نبقى عارفين إنها فانية، وإن الكلمة الجميلة بلسم وجواهر تقدر ترفع المعنويات للسماء. تحيا مصر ومن نصر لنصر يا أستاذ مصطفى ويا منا، وربنا يحفظكم يا رب. شكرا ليك يا أستاذ حمادة. أحمد بن يحيى يقول: الحاجة اللي بتفرق معايا إني ألاقي حد جنبي وعايز يسمعني وبحب إن أنا فضفضله. كلام جميل جدا. رمضان عبد الناصر بيقول: بسيطة ما تستبسطهاش. يعني انت شايفة كل التعليقات. احب الحاجات الفلسفية دي على فكرة. والله بتطلع كلام كتير، يعني هي طلعت الكلام اللي جواكم. كلمة جبر الخواطر، كلمة الابتسامة، دي حاجات ما قلناش في الانترو صح ولا انا بس الناس بتقولها، بس الناس بتقولها جايه منهم، جايه منكم يعني صافيه جدا وجميله جدا وانسانيه جدا. هي الحاجه اللي بتفرق معاك جدا في حياتك لو عملتها وهي ربما تكون حاجه بسيطه؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، منتظرين اجابات حضراتكم هندردش فيها ونناقش فيها انا ومنا خلال ساعات هذه الحلقه.
أهلا بكم مرة تانية. هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ومائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية. هيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، وفي نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. ويمكن إحنا كلنا بنتساءل مع دخول عيد الفطر والجو لا يزال في حالة عدم استقرار، هل هيستمر ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاض؟ يعني هل درجات الحرارة بترتفع بالنهار وتنخفض أثناء الليل؟ حالة عدم الاستقرار دي مستمرة معنا ولا هيبدأ في الاستقرار؟ طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير يا رب. احنا بالفعل بنشهد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة وفترات النهار. يمكن ذروة الارتفاعات كانت بالأمس الثلاثاء، وسجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية خلال فترة النهار. اليوم متوقع أن تنخفض موجة ارتفاع في درجات الحرارة وتنخفض انخفاض طفيف، لكن لسه هنحس بالأجواء الحارة لأن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية خلال فترة النهار. لسه في تأثر من الكتل الهوائية الجنوبية بالنسبة للمناطق الداخلية، لكن الانخفاض هيكون على السواحل الشمالية للبلاد خلال فترة النهار اليوم. عشان كده الطقس خلال فترة النهار ما زال طقس حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء خلال فترة النهار خاصة مع سطوع أشعة الشمس. فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات المساء تبدأ الكتل الهوائية الشمالية تأثر على أغلب المحافظات الموجودة في شمال البلاد، امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، فبالتالي هنبدأ نشعر بانخفاض درجات الحرارة، هنشعر بأكثر طبعا خلال ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، والأجواء هتكون أجواء مائلة للبرودة في أغلب محافظات الجمهورية، الصغرى هتنخفض ل 17 درجة مئوية خلال فترات الليل. كمان اليوم متوقع أن يكون في نشاط للرياح فترة المساء وساعات المغرب وخلال فترة الليل، نشاط الرياح ده هيساعد بشكل كبير على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة وإحساسنا بالأجواء الربيعية. فرص الأمطار اليوم هتكون خلال فترة المساء على بعض المناطق من القاهرة الكبرى مدن القناة جنوب الوجه البحري، هي فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة ونسبة الحدوث كمان ضعيفة. أمطار أيضا خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم. نبدأ إمتى نحس بانخفاض درجات الحرارة؟ من غدا الخميس إن شاء الله تبدأ الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا تأثر علينا، فتبدأ درجات الحرارة تنخفض انخفاض طفيف وتعود للمعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وتكون العظمى إن شاء الله متوقع تكون 27 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى يوم الخميس القادم. الانخفاض ده هيكون في أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والشمال الصعيد طبعا بسبب مصادر الكتل الهوائية وكمان المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا. ففترة الأجازة الخميس والجمعة والسبت إن شاء الله الأجواء فيها هتكون أجواء ربيعية مائلة للحرارة فترة النهار في أغلب محافظات شمال البلاد، هتظل جنوب الصعيد هي اللي فيها ارتفاع في درجات الحرارة فترة النهار. فترات الليل أيضا هيكون فيها انخفاض في درجات الحرارة فترة العيد وفترة الأجازة، صغرى فترة الليل ما بين ال 15 إلى ال 16 درجة مئوية. إحنا طبعا بنلاقي فرق كبير بين فترات النهار وفترات الليل، وأكيد الناس مع ارتفاع درجات الحرارة بدأت تخفف الملابس فترة النهار، وده مش هيكون فيه مشكلة تماما، لكن اللي هنأكد عليه إن إحنا فترات الليل وإحنا خارجين وخاصة لو معانا أطفال لازم نصطحب معانا جاكيت خفيف، لأن إحنا هنحس بالبرودة خلال فترات الليل، خاصة كمان إن خلال الأيام القادمة يستمر معانا نشاط الرياح في اغلب محافظات شمال البلاد، ده هيخلينا نحس اكتر بالبروده خلال ساعات الليل، بالاضافه كمان ان الشبوره المائيه هتعود تاني في الظهور في الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، فمهم جدا لو هنسافر فتره الصباح الباكر تكون القياده بهدوء تام على اغلب الطرق، نتبع كافه تعليمات المرور، وان شاء الله تكون اجازه سعيده على الجميع ونستمتع بالاجواء كلنا في اغلب محافظات الجمهوريه.
إن شاء الله يا دكتورة منار. بنشكر حضرتك جدا على طبعا النشرة المفصلة وكمان النصايح للمواطنين بعدم تخفيف الملابس فترات الليل، لأنه فترات الليل هيكون لسه فيه شعور بالبرودة. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي خلونا نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة العظمى هتكون 32 والصغرى 17 والعاصمة الإدارية 32-16، الإسكندرية 23-14 والعلمين الجديدة 23-14، مطروح 21-15، دمياط 28-16، بورسعيد العظمى فيها 26 والصغرى 16، والإسماعيلية العظمى 33 والصغرى 16. في السويس العظمى 32 والصغرى 17 وفي العريش 34-16، كاترين 30-9 وطابة 35-16، حلايب 30-22 وشلاتين 33-20، شرم الشيخ 35-20 والغردقة 37-22. ونروح للفيوم العظمى 34 والصغرى 17 وبني سويف 35-18، الوادي الجديد 39-18، أسيوط 37-18، في سوهاج العظمى 37-19 وفي قنا 38-18، الأقصر 39-20 وفي أسوان 39-21. وبكده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة أخرى لمنى ومصطفى واستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. عودة ليكم منى ومصطفى. شكرا لك يا هلا. شكرا. دلوقتي جمعنا مع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة وكمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة 26 من الدوري المصري ودور الثمانية لدوري أبطال أوروبا. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيئة السلع التموينية هتفحص عروض الشركات اللي هتتقدم لمناقصة توريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بواقع 1000 طن زيت صويا و500 طن زيت عباد، والتسليم خلال الفترة من 20 مايو ل 15 يونيو 2023. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 26 من عمر المسابقة. هيلتقي فيوتشر مع طلائع الجيش الساعة 9:15 بالليل. في نفس التوقيت هيلتقي كل من البنك الأهلي وحرس الحدود وفاركو مع غزل المحلة. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراتين في إطار مباريات العودة من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا. هيلتقي بنفيكا البرتغالي مع إنتر ميلان الإيطالي الساعة 9 بالليل. في نفس التوقيت هيلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني. أهم الأخبار الفنية، أهم تفاصيل وأخبار المسلسلات الرمضانية هذا الموسم الرمضاني الدرامي، خلينا نتابعها بالتفصيل مع زميلتنا هلا الحملاوي. يا هلا. شكرا يا مصطفى وشكرا منا. أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان. تمام يا رجالة؟ تمام يا فندم. هتدفع الثمن غالي يا شيخ موسى. وقد اخترتموني وليتموني ولست بأفضلكم. أنا مش هخلي الصبح يطلع على جعفر بعمر. قد السبوات صغيرة يا ياسين. بينك وبينه إيه؟ لا يا جميلة ما اسمحلكيش. لما تتكلمي مع الكبير اتكلمي بأدب. سيدياته كلها معايا، يعني يوم ما يفكر يعمل معايا الدنيئة هيلاقي نفسه في السجن. تحولت عيلة السنينة من عيلة غلبانة ومقصورة لعيلة ليها مخالب وأسنان. الرجالة دي مش هتصبر علينا لو ما لقيناش حاجة في المقام ده. المرة الجاية لو كيفك جابك انك تعنطر، تعنطر على شنب مش على حرمة. دي حرمة ما داسها جدعة. ايه اللي ده مكاني دلوقتي؟ انت هترجع ولا ايه؟ لا انا بستغرب بس. هيا بقى فين اللي بتخل معاه؟ ايه؟ موسم البطة ابتدى ولا ايه؟ هرجع لك تاني. هخلي لك الدمج للركب. هو ينفع يعني السلحفة تساب الأرنب؟ هو احنا هنا فين؟ فين يعني؟ في المدينة. اهو مدينة الإنتاج الإعلامي اللي هي بيصوروا فيها المسلسلات صح؟ أهلا بكم مرة تانية. وبنبدأ نشرتنا الفنية مع النجم محمد رمضان اللي قال إن مشهد المشاجرة مع كارم فتح الله كان واقعي جدا، خصوصا إنه اتفق مع المخرج محمد سامي على إن جعفر هيكون نايم، وبالتالي لما يعرف إن كارم بيضرب زوجته في الشارع
هيتصرف بتلقائية زي أي راجل. عشان كده الطبيعية دي أدت إن المشهد يكون حقيقي وكمان كان فيه مصداقية قدام الجمهور. ومن ناحية تانية أكدت النجمة إيمان العاصي إنها مدينة بالنجاح الكبير اللي حققه مسلسل جعفر العمدة وشخصية دلال. وأكدت إيمان العاصي إن محمد سامي تعب جدا في المسلسل وكان مهتم بكل كبيرة وصغيرة، وإنه ادالها أول الخيط لشخصية دلال علشان تبدأ منه وتمشي عليه، خاصة إن الشخصية كانت صعبة وتطلبت المزيد من التركيز والمذاكرة. إيمان أكدت إنها استفادت وكسبت من جماهيرية محمد رمضان في الشارع. كمان الفنان منذر ريحنا عبر عن سعادته بردود الأفعال اللي جات له على مسلسل جعفر العمدة. ريحنا قال: الحمد لله من بداية ظهوري في المسلسل والأحداث كل يوم متصدرة الترند بسبب الصراع اللي بيني وبين بطل العمل الفنان محمد رمضان. وقال كمان: في كيمياء بيني وبين محمد في الشغل من بداية ما اشتغلنا مع بعض في مسلسل موسى سنة 2021، وبكون سعيد جدا في التعاون معاه والتمثيل قدامه، وده لأنه ممثل عنده طاقة كبيرة جوه لوكيشن التصوير. النجم عمرو يوسف قال إنه اتفرج على مسلسل الكتيبة 101 بالكامل بعد انتهاء التصوير، وعلى المستوى الشخصي استمتع بيه. وقال كمان: أنا سعيد بالتجربة كشخص وسعيد بكل اللي موجودين. آسر ياسين صديق عزيز واشتغلنا الأول مرة مع بعض في المسلسل. كمان فتحي عبد الوهاب اللي بشوفه نجم كبير وممثل عظيم وقدم دور وحيد بشكل رائع. في الوقت اللي طرحت فيه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الأغنية الخاصة بالجزء السابع من مسلسل الكبير أغنية ولعانة، تخطت في اليوم الأول أكتر من 1,000,000 مشاهدة. ومع قرب انتهاء شهر رمضان والماراثون الرمضاني، استعرضت تطبيقات الموسيقى العالمية أكتر الأغاني والمطربين والفيديوهات شهرة، وجت أغنية ميكي ولعانة علشان تتصدر قائمة التشغيل في عام 2023. الفنان حسين أبو حجاج اللي بيجسد شخصية أشرف في مسلسل الكبير قال إنه سعيد جداً بمشاركته في الجزء السابع من مسلسل الكبير قوي. الفنان حسين أبو الحجاج قال: بحب الشغل مع ميكي جداً وكل طاقم العمل، مسلسل حقيقي بيتعاملوا باحترافية شديدة وبحب وبتواضع وكله بيساعد بعضه. محمد عبد الرحمن توتا قال إنه سعيد بتجربة مسلسل كشف مستعجل وبالتعاون مع الفنان مصطفى خاطر. ووضح توتا إنهم ما اشتغلوش مع بعض في عمل تلفزيوني أو مسلسل درامي خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من الكيمياء اللي جمعت بينهم على خشبة المسرح أثناء تقديم عروض مسرح مصر. توتا قال كمان إنه قبل تصوير المسلسل اتكلم مع مصطفى خاطر علشان يحضروا للعمل، وكان عندهم دافع وحماس وتحدي إنهم يقدموا تجربة مختلفة. والفنانة عبير صبري أكدت إن الحلقات الجاية من المسلسل جميلة هيكون فيها مفاجآت عظيمة. عبير أكدت كمان إن شخصية نرمين من الشخصيات اللي بتتميز بالأنانية والغيرة والمكر والدهاء، شخصية منطلقة مش جبانة ومش بتخاف، علشان كده أعجبت بالشخصية وانجذبت لتقديمها على الشاشة بمجرد ما قرت السيناريو. الفنان أحمد عبد الحميد اللي بيجسد شخصية البحار شنهابي في مسلسل تحت الوصاية قال: استقبلت رسائل كتير من الجمهور ومن زمايلي وأشادوا بالدور اللي قدمته في العمل. وقال أحمد إنه ترشح من المخرج محمد شاكر خضير، والحدوتة عجبتني والدور جديد عليا تماما وما عملتوش خالص قبل كده، وإن فريق العمل عنده خبرات عظيمة عشان كده ما ترددتش لحظة في إني أوافق على تجسيد الدور. وخلصت نشرتنا الفنية، هنرجع تاني لمنة ومصطفى واستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. عودة ليكوا يا منة ومصطفى. شكرا ليك يا هالة. شكرا يا هالة. الحلقات ال 27 من مسلسلات رمضان كانت كلها أحداث مشوقة، سواء الأعمال الوطنية أو الاجتماعية أو الكوميدية. اللي فاتوا حلقات امبارح خليه يتابع معانا ملخص لأهم أحداث الحلقات ال 27 من شهر رمضان. كمان معانا الحلقات ال 12 للمسلسلات واللي بدأت في نص رمضان زي مسلسل تحت الوصاية. تعالوا مع بعض نشوف ملخص المسلسلات في التقرير اللي جاي. حلقات مسلسلات رمضان امبارح شهدت أحداث مشوقة، البداية مع الحلقة السابعة من مسلسل حرب. الإرهابي عثمان أو أحمد السقا بيستلم الصواريخ اللي صنعها المهندس زياد أو عماد الطيب،
وبيطلب عثمان من زياد معرفة معلومات عن الضابط عمر، وبيتفاجئ بأن زياد صاحب عمر من أيام الدراسة وبيتقابلوا في أوقات كتيرة علشان يلعبوا مباريات ملاكمة. ده عمر، عمر الإمام. أنت تعرف؟ آه طبعاً، ده كان صاحبي من أيام ثانوي، إحنا كنا لسه بنلعب ماتش ملاكمة مع بعض. متيسرة، ربنا سبحانه وتعالى صرف لنا. متيسرة يا باشمهندس زياد. في الحلقة 28 من مسلسل سر الباتع قرر حامد أنه يسلم نفسه ويواجه نابليون وجنوده، وفعلاً ترك الفلاحين من رجال المقاومة وودعهم وخرج لمواجهة نابليون وحملته، وقال أنا حامد يا نابليون. يا حامد! ارجع يا حامد! يا حامد! بطلق! لا حامد! أنا حامد يا نابليون! في الحلقة 12 من مسلسل تحت الوصاية بتتدهور الحالة الصحية العطية أو جميل برسوم وبيتوفى في المستشفى. بعدها بتتصل سناء أو مها نصار بحنان أو منى زكي وبتقول لها خبر الوفاة وإنه كده الوصاية هتكون ليها بعد وفاة جد الأولاد عطية. سناء، طب ونعمل إيه دلوقتي؟ قالك كده؟ ضمن أحداث الحلقة 27 من مسلسل سوق الكانتو بيحاول صالح الوصول لطه عبد المقصود خضرة علشان يعرف هو مين، وبيلتقي بواحد من أسيوط علشان يساعده، وبتتطور الأحداث وبيقبض المفتش على جابر بمساعدة طه القماش، وقتها جابر توعده بالانتقام. تعمل معانا كده يا طه؟ ماشي، مش هسيبك وراجع لك يا طه، راجع لك. في مسلسل جميلة الحلقة 27 تم تنفيذ خطة رجب، لكن شهيرة وجهت اللوم لطارق بعد قتل رجب وقالت له إن أبنائها عرفوا كل حاجة وما كانش فيه داعي لقتله، فقال لها هو اتقتل فعلاً وإنها لازم تدفع 20 مليون جنيه للقاتل. وهنا آية قررت إنها تبلغ عن والدتها بسبب الجريمة دي. أمي قتلت أبويا. ممكن تستريحي بس؟ فهميني بقى واحدة واحدة إيه اللي حصل بالظبط. لقوا مشنوق في الميكروباص بتاعه ومراته خافت تتابع. في الحلقة 27 من مسلسل الكبير قوي احتفلت الكبيرة فحت أو سما إبراهيم بزفافها على حفن الديب زعيم المطاريد أو كمال أبو ريا. في وسط الفرح هجم عدد من الأشخاص علشان يقتلوا حفن الديب بسبب الطار، لكن الكبير بيدافع عنه. شفت يا كبير آخرة علامي ليك، نفعك كيف؟ نفعني؟ نفعك أنت الحقيقة، نفعنا أنا. الحمد لله على السلامة يا روح القلب يا روح الروح. خفت عليا يا حفني؟ كنت خايف عليك يا كبير. ايه ايه ما تميزوا عاد ميزوا يا كبير. تضمنت أحداث الحلقة 27 من مسلسل رسالة الإمام بطولة النجم خالد النبوي استعداد السيدة نفيسة اللي بتقوم بدورها فرح بسيسو لمغادرة الفسطاط، فبيجي ناس كتيرة لودعها وبينضم ليهم الوالي السريء اللي بيستعين بالإمام الشافعي لإقناع السيدة نفيسة بأنها ما تسيبش مصر. وبالفعل بتقرر السيدة نفيسة البقاء في مصر وبتقول عزيز علي دمعكم يا أهل مصر، أنتم أهل لي وإن شاء الله سأبقى بينكم. بإذن الواحد القدير سأسعى ما استطعت لنصرة المظلوم وقضاء حاجة المحروم ومواساة المكلوم منكم، وليس لي في الأمر شيء، إنما الأمر كله لله سبحانه وتعالى. شاهد مسلسل جعفر العمدة في الحلقة 27 اعتراف سلوى عثمان أو خالد سيف لجعفر أو محمد رمضان بأن بلال شامة خطف ابنه وادال أختها لبنى ونس اللي ربته زي ابنها، وأكدت له أن سيف هو ابنك اللي بتدور عليه من 19 سنة. سيف ابني؟ أيوة. أنت متأكدة من الكلام ده ولا عايزة توجعي لبنى؟ دقت الساعة التاسعة، دلوقتي موجز الأنباء بصحبة زميلتنا هالة الحملاوي. صباح الخير يا هالة. صباح الخير يا مصطفى. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مواصلة الجهد المحمود لنشر العالم الديني الوسطي العلم الديني الوسطي وتوضيح صحيح الإسلام والتعريف بجوهره الحقيقي كقوة دفع إنسانية هائلة من أجل الخير والتقدم والازدهار. جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، حيث كرم الرئيس السيسي الفائزين في المسابقة العالمية 29 للقرآن الكريم من مصر والدول الإسلامية. وتوسط الرئيس السيسي صورة تذكارية للأشقاء الثلاثة الفائزين في مسابقة القرآن الكريم كاملا مع فهم معانيه ومقاصده العامة، كما حرص على أخذ صور تذكارية مع الفائزين بشكل منفرد. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. كما أصدر الفريق محمد زكي توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. كما أصدر الفريق أسامة عسكر توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام. تجددت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم، وذلك لليوم الخامس على التوالي. وتشهد السودان اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع. وأفادت مصادر أن الاشتباكات تجري في محيط القيادة العامة للجيش ومطار الخرطوم. وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أعلنت في وقت سابق بدء المرحلة الثانية لعملياتها الخاصة بتأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة وصولا إلى وسط الخرطوم بالتزامن مع بقية المناطق تدريجيا. تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن لبحث الأزمة في السودان. وفي بيان أكد الجانبان على أهمية وقف التصعيد العسكري وإنهاء العنف وتهدئة التوترات مع ضرورة حماية المدنيين السودانيين ومواطني الدول الأخرى بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق. شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على ضرورة توحيد القوى لمواجهة ما أسماه بالابتزاز الغربي. وخلال لقائه لنظيره الفنزويلي في كاراكاس، شدد لافروف أن حل الأزمة الأوكرانية والأزمات الأخرى في العالم ستكون من خلال مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشأن السيادة المتساوية للدول ومبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة، مشيرا إلى أن بلاده ستساعد في جعل الاقتصاد الفنزويلي أقل اعتمادا على الولايات المتحدة وستشارك معها التجربة الروسية. تمكنت السلطات التونسية من إنقاذ 4 مهاجرين غير شرعيين بعد غرق مركبهم، فيما لا يزال البحث جاريا عن 15 مفقودا. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان أن المنطقة البحرية تلقت اتصالا هاتفيا يفيد العثور على 4 أشخاص بالقرب من ميناء الصيد البحري بالقراطن، وتم توجيه دورية ساحلية لإنقاذهم وإسعافهم بمستشفى قرقنة، ثم توجيههم إلى فرقة الإرشاد البحري بالمكان لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم. ورياضيا، تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تكرار فوزه على مضيفه تشيلسي الإنجليزي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستانفورد بريدج في لندن
في إياب الدوري ربع النهائي من البطولة. وكان ريال مدريد قد فاز على تشيلسي بنفس النتيجة في لقاء الذهاب الذي أقيم في مدريد الأسبوع الماضي، ليحسم الفريق الملكي تأهله للمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وفي مباراة أخرى تأهل ميلان الإيطالي للنصف نهائي البطولة بعد تعادله مع مضيفه ومواطنه نابولي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما. وكان ميلان قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدف نظيف ليتأهل للنصف النهائي بنتيجة 2-1. انتهى موجز 9 وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. النهاردة في فقرتنا اللي بنقدمها لحضراتكم في مدرسة التعليم والإنشاد الديني هيكون معانا مجموعة من المواهب والأصوات المميزة للفتيات في مدرسة الإنشاد الديني مصطفى. طبعا مدرسة الإنشاد الديني خرجت العشرات من المبتهلين والمنشدين الشباب، ولكن قصة منشدات دي تعتبر ربما جديدة علينا شوية. تعتبر هذه المؤسسات اللي بتحافظ على فن الإنشاد الديني باعتباره فن مصري خاص، بيعتبر من أهم المؤسسات اللي ربما إحنا كمان في صباح الخير يا مصر بنليها اهتمام شديد. خلينا نشوف زميلنا أحمد الحسيني اللي زار هذه المؤسسة وجاب لنا عدد كبير من الأصوات والاكتشافات الفنية والإبداعية. خلينا نشوف. أنت عالم بيا ليتك معنا تهدينا سبيلا ينفعنا، ليتك معنا ما كنا ضللنا أوضاعنا. استطاعت الفتاة المصرية أن تدخل مجال الإنشاد الديني وتحقق نجاح وقبول لدى جمهور عريض من محبي هذا اللون من الإنشاد. اليوم نتعرف على عدد من المنشدات صاحبات الصوت الخاشع المليء بالإيمان. في البداية أصلاً يعني بدأت مجال الإنشاد، أنا أصلاً كنت حابة الإنشاد جداً من صغري، يعني كمان يعني بدأة صغيرة جداً، يعني كنت 3 سنين كنت لسه في بداية الكلام. بدأت من سنوات عديدة جداً، كنت صغيرة ما كنتش يعني كبيرة قوي، وكان الموقف أني طبعاً بمناسبة أني آمنة الزينبية، أن أنا أول ما بدأت أنشد كنت بشوف بتردد كتير جدا على مسجد السيده زينب. ابتديت بقى ان انا انمي الموهبه واتعلم اكتر بعد ما خلصت ثانويه عامه، اول ما دخلت اولى جامعه. بدايه وانطلاقه الانشاد الديني كانت مع اكتشاف الموهبه منذ سن صغيره. صدفت معايا بعد كده ان انا بدات اني في مره من المرات في مسجد السيده زينب بدات ان انا انشد، وكانت دي اول ما انا اكتشفت ان صوتي حلو فعلا كان هناك في مسجد حضر السيده زينب رضي الله عنها وارضاها. ماما السيده زينب قرة اهل البيت، الله الله. الموهبه دي يعني من بابا، بابا كمان ما شاء الله في الصوت وال يعني في قراءه القران و في الإنشاد الديني، لكن هو بيقرأ قرآن. فأنا الموهبة واخداها من بابا. أنا بدأت الإنشاد وأنا صغيرة، كنت حابة مجال الإنشاد. تهدينا سبيلا ينفعنا، ليتك معنا ما كنا ضللنا أوضاعنا، ليتك معنا بزماننا يا رسول الله. وفي وجدان كثير من المنشدات تعلقت أسماء عمالقة الابتهال والإنشاد الديني على مر السنين. بحب قوي الشيخ النقشبندي والشيخ نصر الدين طبار ومعظم المشايخ القدامى يعني، وكمان الأناشيد الدينية اللي عاملاها أم كلثوم وسعاد محمد وياسمين الخيام وغيرهم كتير. متيمة بالشيخ نصر الدين طبار، يعني بحبه جدا من وانا صغيره، حتى قبل ما افهم الكلمات بتاعته كنت بقعد اردد في اللحن. الحين بقى ما كبرت وبعدين بحثت على النت على الابتهال ده وبكلماته وفهمت الكلمات. بعدين الشيخ سيد النقشبندي ومحمد عمران وطه الفاشني، صراحه كلهم ما شاء الله عليهم. وفي في الاجيال دي برده ما شاء الله مبتهلات ومبتهلين شطار جدا، بحب اسمع لهم ممتازين. سلام الله يا طه ورحمته وبركاته يا سيدي الخير.
سيد الخلق يا طه، تحياتي 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 تحياتي. وأصبح دعم الموهبة بالدراسة الشغل الشاغل لكثيرات من المنشدات التي أصبحنا على دراية كبيرة بعلم المقامات والإنشاد الديني. أنت عالم بيا كلي كلي، لأجل النبي لأجل النبي، يا إلهي الكل كلي كلي، لأجل النبي لأجل النبي، أنت عالم بيا كلي كلي، لأجل النبي لأجل النبي. جيت برضو مدرسة الإنشاد الديني هنا في القاهرة على رأسهم مولانا الشيخ محمود التهامي، ومعانا ناس كتيرة طبعا، نخبة من المنشدين المشايخ اللي بنتعلم منهم طبعا، ضمنهم الشيخ طارق الاسكندراني، أستاذ مصطفى العجيمي، مشكورين طبعا أستاذ عثمان، ناس كتيرة طبعا. وهكذا تظل ساحة الإنشاد الديني عامرة بكثير من الأصوات المعبرة عن موهبة حقيقية يعيش صداها عبر أجيال وأجيال، ولتظل المواهب دائما أصوات من السماء. احنا في ختام هذا الشهر الكريم العظيم، ربما يعني عملنا في صباح الخير يا مصر بعد المجهود كده علشان نبين عظمة المدرسة المصرية في التلاوة، الحلقات اللي عملها زميلنا الجميل محمد الشاذلي، وعملنا بعض الحلقات الجميلة اللي عملها زميلنا أحمد الحسيني اللي بتتكلم أيضا عن الإنشاد الديني والمدرسة المصرية في الإنشاد الديني. النهاردة يعني هنتكلم عن هذه المدرسة، ولكن يعني بشكل أكثر تطبيقا. أنا بعتبر هذه الحلقة تتويج لما سبقها من حلقات منفصلة متصلة اتكلمت عن هذا الأمر، عن بساطة المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم، وعن عراقتها وعن إحساسها اللي بيوصل بالفعل يعني معاني كتاب الله عز وجل. ليه بنقول الكلام ده؟ بنقوله لأن امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ربما كان في احتفالية ليلة القدر اللي نظمتها وزارة الأوقاف. الاحتفالية دي كان فيها عدد كبير جدا من حفظة القرآن الكريم اللي كرمهم سيادة الرئيس، وعدد أيضا من المفائزين في المسابقة العالمية لأمتعونا ب يعني القراءة المصرية أو المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم. أكيد يا مصطفى، عشان كده معانا النهاردة الدكتور محمد نصار مدير الإرشاد والدعوة بوزارة الأوقاف، نعرف منه تفاصيل أكتر عن مسابقة القرآن الكريم العالمية، وكمان معانا الدكتور ماهر فرماوي الفائز بالمركز الأول في المسابقة. أهلا وسهلا بحضراتكم، نورتونا وشرفتونا. أهلا وسهلا بكم. أهلا بحضراتكم، مبروك الأول، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا أستاذ، ربنا تكريم عظيم. وربما احنا يعني سمعنا صوتك وعرفنا ان هو فعلا يعني ايه خير من يمثل ايه المدرسة المصرية، خير سفير للمدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم. الحمد لله، ألف مبروك. خليني أبدأ مع حضرتك يا فندم. تفضل. الدولة المصرية ازاي بتهتم بالقرآن الكريم، بكتاب الله عز وجل؟ ازاي يعني بتعمل مسابقات محلية وعالمية؟ ازاي بتقدس هذا الكتاب و تجعل منه عبر يعني شهور السنة في زي ما يقولوا كده ماراثون من أجل الإيه الوصول لليلة القدر واحتفال ليلة القدر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة هذه الأيام المباركة، أعاده الله علينا وعلى جميع المصريين بالخير والسلام والأمن إن شاء الله. الحقيقة وزارة الأوقاف عندنا اهتمت اهتمام كبير جدا بالقرآن الكريم ومدارسة القرآن الكريم، وإحنا كان عندنا منطلقات شرعية لهذا الموضوع. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة انطلاقا من هذا المفهوم الشرعي الجميل الذي أصله فينا النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن إحنا على مدار الأعوام الماضية، يمكن تحديدا بعد انتهاء جائحة كورونا لما بدأنا واستعادت وزارة الأوقاف جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية وبدأنا نفعلها على أرض الواقع، الحقيقة أطلقنا عدة برامج كبيرة جدا سواء كان على مستوى الأنشطة الدعوية أو الأنشطة القرآنية.
يمكن لأول مرة في تاريخ وزارة الأوقاف تطلق هذه البرامج القرآنية وهذه الدراسات القرآنية التي تركت في الحقيقة أثرا كبيرا في الشارع المصري وبين الدارسين للقرآن الكريم. يمكن كان عندنا برنامج المقارئ القرآنية وده كان برنامج متعدد. يعني كان عندنا لأول مرة المقارئ القرآنية التي تكون للأئمة جميع الأئمة على مستوى الجمهورية، تم عقد مقارئ قرآنية مختصة بهم. بعد كده أطلقنا المقرأة القرآنية للجمهور وده أيضا كان برنامج جديد لم يحدث قبل ذلك وكان بيبقى يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة. بعد كده بدأنا المقارئ النموذجية ثم مقارئ كبار الأئمة وحتى إحنا استهدفنا مش الرجال بس، استهدفنا حتى السيدات. ويمكن أول مرة في تاريخ وزارة الأوقاف أيضا أطلقنا مقارئ الواعظات، يعني عندنا واعظات تابعين لوزارة الأوقاف حوالي 460 واعظة متطوعة في وزارة الأوقاف، ودول خضعنا يعني لاختبارات وتدريبات خاصة جدا تأهيل للقيام بهذا العمل والدراسات القرآنية. ده زي بيبقى تأهيل بقى للماراثون الكبير احتفال ليلة القدر. نعم، كل ده بيحصل عندنا، هو بيعتبر بيجي تتويج للآخر اللي بنتوج بيه المسابقة العالمية للقرآن الكريم. يعني يعتبر هذا كان تتويجا، المسابقة العالمية تتويجا لهذا الجهد، المسابقة العالمية اللي هي العالمية للقرآن الكريم، ودي كانت رقم 29 النسخة 29 النسخة 29 لهذا العام. والمسابقة دي يمكن احنا ايضا اطلقنا فيها يعني لاول مرة بعض الفروع التي لم تكن موجودة من قبل، زي مثلا الفرع الذي يختص بفهم مقاصد وعلوم القرآن الكريم، والفرع الذي يختص بالقراءات المتعددة وكيفية توجيه هذه القراءات. احنا عندنا الحقيقة في هذا العام كان حوالي 8 فروع، فروع حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه للصوت الحسن، وكان عندنا الفرع الذي يختص بالنشأ، الذي يختص بالقراءات، الذي يختص بالأسر القرآنية. وهذه الأمور كلها كان يعني الحقيقة جهد متواصل من وزارة الأوقاف لنصل في النهاية إلى ليلة القرآن وهي ليلة القدر. وإزاي بتبقى عالمية هذه المسابقة؟ لأن الحقيقة بيشترك فيها كل دول العالم، يعني يمكن اشترك عندنا 99 متسابق من 56 دولة على مستوى العالم. تم تصعيد 13 متسابق إلى التكريم، وهو ما تم تكريمه في ليلة القدر التي يعني شرفنا بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قام بتكريم المتسابقين، وكان من ضمنهم طبعا الدكتور ماهر. طيب دكتور ماهر ألف مبروك، يعني ما شاء الله حاجة مفرحة وحاجة تحسس الواحد بالفخر. فكرة التصفية ان احنا نوصل لغاية المركز الأول ونحصل على المركز الأول ما كانش الموضوع اكيد سهل. نعم، ولا بسيط ولا خد وقت قليل، ولا خد وقت قليل ما كانش لا مشكلة. لا طبعا كبير عشان توصل للمركز ده، لان انت دلوقتي بتمثل مصر. يعني وزارة الأوقاف بتعمل لك اختبارات الأول أولية تبقى على مستوى الجمهورية او مستوى المحافظة، فبنختبر مثلا مرة واثنين وثلاثة واربعة، وبعد كده مثلا يتم الاختيار على واحد او اثنين بيمثلوا مصر على مستوى العالم. عملتوا تصفيات يعني؟ اكتر من 8 تصفيات اولية. بعد كده احنا وصلنا 3 صفينا على مستوى العالم بقى، كل الدول انت بتمثل مصر والدول كلها التانية معاك، تمام؟ فانت لازم تكون على قد المسؤوليه، لدرجه ان الواحد يعني كان بيراجع مثلا في اليوم 10 اجزاء من القران. ما شاء الله. ايوه، لان يعني المسابقه ديك ما ينفعش تخطا فيها ولا خطا. الخطا بينقصك درجتين. ايوه، والعالم كله عاوز يشوف مصر والقران قرأ في مصر. صحيح. فلازم يكون الواحد قد المسؤوليه. فاحنا بصراحه يعني اولا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم احنا اجتهدنا عشان نوصل للمكانه دي يعني او المركز ده. استفادات متعدده، قراءه 10 اجزاء في اليوم. نعم. يعني ما شاء الله على الثواب اللي نعم. انت خدته، وما شاء طيب. الله كمان على ان انت بقى اكيد لما بتخلص بيبقى في نوع من انواع التدبر يعني. نعم. اكيد مش قراءه كده وخلاص. واسترجاع ده اعتقد انه يعني ساعد كتير جدا عندك على كمان ايه صفاء ذهني وهدوء. نعم. واخد الامور داخل ما انتش قلقان بقى، يعني مين قال بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. يعني هو برضك انا بشكر معالي وزير الاوقاف. الوزير عمل يعني حاجه لم يسبق اليها. قبل كده كان بيهتم بالحفظ فقط. يعني انا حافظ القران كله. الوزير ادخل حاجه جديده. ايه بقى الحاجه الجديده؟ ايه؟ يقول لك حفظ القران مع فهم المعاني والمقاصد. نعم. احنا عاوزين واحد مش حافظ بس، لا طبعا. عاوزين واحد حافظ وفاهم، مش بس كده، وفاهم فهم صحيح.
وده يعني انت عفوا يا مصطفى انت كسبان في فقط مش بس ترتيل القرآن الكريم وتسميعه، لا ده حضرتك كمان اتوفقت في ان انت تكون نعم. فاهم او يعني الاكثر عالميا نقدر نقول كده نعم نعم فهما لمعاني القرآن طبعا انت بتقرا الحفظ وبعد كده بتقرا المقاصد والمعاني والتفسير عشان يبقى في امتحان تحرير وشفوي في المقاصد والمعاني عشان نقدر نقول لا ده واحد حافظ وفاهم ايوه عشان نبدا يعني نظهر للناس وسطيه الاسلام وسماحه الاسلام صفيت مع مين صفيت مع مين من دول العالم المغرب والاردن ودول كتير يعني 56 دوله ايوه المراحل الاخرانيه والسودان. عشان نوصل للمركز الاول بامر الله ما هو احنا كنا في مصر 3 وكل الدول اشتركت معانا اللي هي الاردن والمغرب يعني دول كثيره طب. تمام وفضل الله الاول انا المركز الاول في على مستوى العالم في الحفظ والفهم والصوت الحسن والمركز الثاني حصل عليه المتسابقه السوداني السوداني اه نعم صحيح عظمه المدرسه المصريه في التلاوه هي الافضل والابسط نعم والادق في قراءه القران الكريم خلينا ناخد نموذج قبل ما نحلل هذا الكلام طيب حاضر امتعنا يا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله هو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم ما شاء الله دكتور لو جينا قلنا رعاية قارئ القرآن ازاي بتحصل من قبل وزارة الأوقاف
الحقيقه يعني احنا زي ما قلت لحضرتك يعني الاهتمام بالقران الكريم هو اهتمام متعدد. يمكن احنا بدانا حتى بدايه من النشء الصغير للقران الكريم، يمكن اطلقنا في صيف العام الماضي البرنامج الصيفي للاطفال لحفظ القران الكريم، والحقيقه هو قام على عده محاور اساسيه. المحور الاول هو كان محور الحفظ، والمحور الثاني هو محور الفهم. يعني نحن كما قلت لحضراتكم ننطلق من منطلقات شرعية، يعني عندنا كما يقولون الصحابة رضوان الله عليهم، صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا يقولون حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أن الواحد منهم كان إذا أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا. علشان كده احنا منذ البدايه واحنا بنحاول قدر الاستطاعه ان نصل الى هذا النش. البرنامج تم اطلاقه في كل المساجد التابعه لوزاره الاطفال؟ لا والله، احنا راعينا التوزيع الجغرافي. كل المساجد لا، لكن احنا راعينا التوزيع الجغرافي. هو الحقيقه كان وصل اكثر من 7000 مسجد على مستوى الجمهوريه اقيم في هذا البرنامج، البرنامج الصيفي للطفل، وكان استمر 3 شهور. ولما لقينا البرنامج نجح واستمر بعد ذلك يعني النجاح والإقبال من الأولاد على المساجد، استمرينا فيه حتى وقت الدراسة تحت مسمى البرنامج التثقيفي للطفل. ليه بقى أنا بسأل السؤال ده؟ علشان السنة اللي فاتت ولادي لم يوفقوا في الالتحاق بالبرنامج لبعض المسافة، عشان كده كنت بتأكد فين ليه مش معمول في أغلب الأماكن أو في أماكن. والله إحنا يمكن إن شاء الله أعتقد يعني إن ده حاجة تبقى مهمة جدا. حاضر. إنها تبقى متاحة إن شاء الله بإذن الله. إحنا يعني بنعمل التوزيع الجغرافي للبرنامج، بنحاول قدر الاستطاعة إن إحنا نجتهد إن يبقى في توزيع جغرافي للبرنامج، وإحنا إن شاء الله يعني بصدد إن إحنا نعيد هذا البرنامج مرة تانية في هذا العام اللي هو البرنامج الصيفي للطفل، وإن شاء الله عندنا خطة هنتوسع في المساجد، وده يعني اهتمام مبدئي من القرآن الكريم، ولا نغفل كذلك عن الدور التثقيفي أو صحيح. الدور الترفيهي للطفل. صحيح. لأن بيمثل لنا عامل جذب بالنسبة للأطفال عندنا. فالحقيقة البرنامج التثقيفي للطفل عندنا قائم على عدة محاور أساسية تتعلق بالقرآن الكريم فهما ودراسة. ويمكن معالي الأستاذ الدكتور وزير كان قال كده، قال إن احنا يعني لا نقف عند مجرد الحفظ، بل صحيح. كل ما يتصل بالقرآن الكريم فهما ودراسة واستيعابا وفهما لمقاصد المقاصد العامة للآيات والصور التي جاءت في القرآن الكريم. أروح أو أرجع على الدكتور ماهر الفرماوي الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم. كنا تكلمنا عن المدرسة المصرية، وأنت ربما خير سفير لهذه المدرسة، أنت من مثلت هذه المدرسة خلال فعاليات هذه المسابقة، وأنت من يعني إيه حصدت المركز الأول باقتدار. ما الذي يميز المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم عن باقي المدارس الموجودة سواء في الخليج، في الشام، في المغرب العربي، إخواتنا الأفارقة؟ يعني هل إحنا لنا لون معين؟ تفضل. المدرسة المصرية في تلاوة القرآن أنا بقول هي إيه؟ هي الجذع، هي الأصل، هي الأساس، وكل المدارس الأخرى فروع. يعني حضرتك لو لقيت حد متقن أو شاطر في مجال تلاوة القرآن اعرف أنه سميع جيد للمدرسة المصرية. رحنا الدول الأخرى وسمعنا القراء هناك لأنهم بيعملوا إيه؟ جايبين الشيخ موسى اسماعيل وبيدرسوه آية آية. طب إيه اللي يميز المدرسة المصرية؟ بساطتها. نعم، بسيطة جدا، هي الجملة بتتقال بشكل بسيط من غير تلوين. نعم. زي باقي المدارس يعني. لا، هي والقراء يعني ممكن يقولوا أكثر من لون، لكن هم عندهم حد اسمه حد الأحكام. يعني لو لقيت، بص يا أستاذنا، إحنا عندنا 8 مقامات اللي هو البياتي والرست والكرد وحاجات زي كده، كل القراء بيقرأوا بيهم. بس لو لقينا المقام، شو بقول لك ايه، هيطغي على الحكم، لا. يعني مثلا هجيب مثلا مثال هقول ايه، لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله المقام بيقتضي ان انا اقول ايه؟ بعلمي. طب ما انا كده هضيع الحكم. يبقى انا عندي سقف، انا الون واقول نغم وكل حاجه لكن في حدود الاحكام. يعني
عايز تقول فهم معاني القرآن الكريم الأفضل في توصيل معاني القرآن الكريم هي المدرسة المصرية، وده سر عظمتها. التصوير النغمي، التصوير النغمي. لقيت آية فيها عذاب طبيعي إن أنا أقرأها بمقام صبا، ده حقيقي جدا. لقيت آية فيها فرح، بنشوف ده في المدارس التانية بس ما بنشوفوش فعلا في المدرسة المصرية. يعني إن المتقين مفازة، دي مقام فرح. بيتقال مثلا يعني إن للمتقين مفازة، أنا بوصل للمستمع لإيه؟ الفرح. ما ينفعش أقولها إن للمتقين مفازة. يبقى كل آية بيبقى ناتجة عن فهمك أنت للآية وتوصيلك للمستمع. التصوير النغمي للقرآن الكريم هو ما ميز هذه المدرسة. أيضا المحافظة على أحكام التجويد هي الميزة الأخرى التي ميزت هذه المدرسة العريقة. صحيح صحيح صحيح. يعني احنا مش عارفين نقول ايه، احنا سعداء بوجودكم والله، احنا اسعد ونورتونا وشرفتونا، وسعداء بالمجهود اللي بتقوم به وزاره الاوقاف، وسعداء جدا بالمراكز المتقدمه المشرفه جدا، مش مراكز متقدمه فقط، المركز الاول في مسابقه القران الكريم العالميه، وفخورين بالمدرسه المصريه. جدا طبعا. جدا، ويمكن ده اللي كنا يعني مهتمين نتكلم فيه على مدار شهر رمضان. نورتونا وشرفتونا، شكرا لوجود حضراتكم معانا. اهلا وسهلا بحضراتكم. الدكتور محمد نصار مدير الارشاد والدعوه بوزاره الاوقاف، والدكتور ماهر فرماوي الفائز بالمركز الاول بمسابقه القران الكريم. كل سنه وحضراتكم طيبين وبالف صحه وسعاده. شكرا جزيلا. وبكده خلصت حلقتنا النهارده. بكره في نفس الميعاد حلقه جديده من صباح الخير يا مصر. استنونا من الساعه 8 حتى 10 صباحا بتوقيت القاهره. صباح الفل عليكم.